مرحبا بكم كلكم في بلاسيو ريال او القصر الملكي هنا في مدريد. الجميل جدا انك انت ورا البوابه دي لازم تدفع 11 يورو عشان تدخل جوه القصر. كل الناس فاتحينها لكل الناس، عشان تقف بره هنا تقف ببلاش. كل الناس هتبقوا واقفين بياخدوا سيلفي، كل الناس جايين مبسوطين عايزين يتصوروا جنب القصر الملكي الاسباني. القصر اللي ورانا ده عنده قصة جميلة جدا، انه مبني على مكان قصر تاني اتهد تماما، وبعد لما اتحرق سنة 1734 بعدين جاء الملك فيليب الخامس راح قال لك احنا عايزين نبني قصر جديد مكانه. ابتدوا يبنوا القصر الجميل اللي ورانا ده سنة 1738. خلص امتى التصوير البنى بتاعه؟ 1764، ومن ساعتها هو ده القصر الملكي الرسمي الاسباني. الملك والملكة والعيلة الملكة كلها تعمل كل المقابلات الرسمية والحفلات القومية هنا في القصر ده. قصر أخد شهرة جامدة جدا وفتحينه لجميع الناس إن هم يدخلوا ويشوفوا العيلة المالكة عايشة إزاي، بيكسبوا فلوس كتيرة جدا جدا جدا. أكتر من كده هندخل نتفرج جوه المنظر عامل إزاي في الساحة، ونتفرج على بعد ما الناس بتتفرج وبتدخل وتتفسح وتشوف اللي هي عايزاه وتتصور جوه، تروح الجيفت شوب أو تشتري الهدايا التذكارية. على الهدايا التذكارية مولعة ازاي هنا، وازاي بيعرفوا بجد يكسبوا كل حاجة من السياح حتى لو كانت بشوكولاتاية او ببونبوناية او سيف بلاستيك. دخلنا نشوف جوه القصر الملكي في هنا في مدريد او البلاسيو ريال او البلاسيو بالاسباني بلاسيو ريال. ايه الحاجات اللي بيعملوها في الجيفت شوب؟ يعني السياح بييجوا بيدفعوا كل واحد فيهم 11 يورو، بيدخلوا يتفرجوا على المتحف من جوه، على القصر اللي هو عاملينه متحف، حاجه جميله جدا. يعني مئات الالاف كل يوم ممكن بييجوا هنا، حاجه رائعه جميله ان هم بيستفيدوا من حاجه عندنا زي قصر عابدين زي ما قلنا. ولكن غريب جدا ان هنا اسعار بتاعه الجيف شوب غاليه جدا جدا جدا، ولكن الناس برضو بتشتري. الحاجه الجميله بيقول لك مثلا حاجه زي اللي احنا عاملينها دي، صوره عاديه جدا ما فيهاش اي حاجه، كاتب لك عليها كام؟ ان دي رقم 46 من 180 وماضي عليها بجد وبتاع. كاتب لك ايه؟ دي صوره للبلاس، صوره للقصر ليميتد اديشن، يعني دي مش معمول منها غير 180 نسخه، بتتباع ب 31 يورو. صورة تانية ماضي عليها برضو بالقلم الرصاص وبتاع ب 31 يورو. طيب هنا دي يقول لك نسخة رقم 25، دي أصلي 25 من 250 واحدة بس اتعملت من الموضوع ده، وبكام؟ ب 36 يورو. كاتبين لك أهو أوريجينال ستامب سوبر بابيو، يعني إن هو دي مختومة ب مختومه بالختم الحقيقي، ختم هو شايفينه ان هو ده بجد حقيقي 100%. والناس زي ما انتم شايفين بتتفرج وبتشتري والدنيا ماشيه تمام تمام. كل الناس بتيجي تدفع فلوس كده جدا زي اللي ورانا دول عشان خاطر يشتروا. بيبيعوا كرفتات، بيبيعوا حاجات الاطفال، سيف بلاستيك،
ب 10 يورو ب 8 يورو وخنجر بلاستيك ب 8 يورو حاجات غريبه جدا. تعال نشوف كده ايه تاني موجود. الورقه دي بيقول لك ان دي رقم 200 وعاملين بس منها 250 نسخه، دي 204 منهم وبرده مكتوب عليها بالاصلي كده ان هي يعني ده الخلف الاصلي والبند الاصلي بيتباع ب 29 يورو ونص. ازاي الاستفاده؟ ازاي تستفيد من كل حاجه؟ ما بيعدوش، تستفيد من كل حاجه موجوده عندك في البلد. هي 82 من 250 عاملين من الصوره دي والسحاب عاملينه على شكل حصينه وبتاع. 45 يورو عشان الرسمه دي. هتلاقوا الشمع دين الشمع سوري الشمع يقول لك ده شمع زي اللي موجود في القصر الملكي. دي كوبايه اللي بيغطوها بتاعت الشاي بتاعت القصر الملكي ويحطوا عليها. هتلاقي مثلا هنا شوكولاتات، يعني تعالى نبص كده. الشوكولاته بتاعت القصر الملكي وشوف بيبيعوها بكام؟ ب 6 يورو 80 سنت يعني 68 جنيه مصري. شوكولاته بار شوكولاته برضو بيبيعوه، يقول لك ده الشوكولاته بتاعه الملك بالاسيو ريال. السوداني، السوداني ب 4 يورو يعني 40 جنيه علبه السوداني دي عشان السوداني ملك. حاجه جميله جدا، افكار رائعه انك انت تبيع البونبوني للاطفال الصغيرين، مش اي بونبوني، بونبوني عليه البرنس والبرنسيسة. كراميل فين كده المنظر، بسكوت بالشوكولاته وبسكوت بالفوق بالبندق، حاجه جميله جدا. هنشوف كده حاجه ثانيه. غطا نظارات يبيعوا هنا كمان الكولونيا، يقول لك دي بيرفيوم، دي البيرفيوم عشان خاطر الحمام بتاع زي بالظبط القصر الملكي، تبقى زيك زي الملك. الحاجات اللي تعلق في الشجر عشان الستات تحط فيها الميك اب بتاعها وهي ماشيه بره ب 30 يورو. اهم حاجه حتى المروحه اللي انتوا شايفينها بتاعت بيقول لك عليها القصر الملكي وبيبيعوها ب 7 يورو، يعني عشان الستات تعمل كده الهوا زي القصر الملكي زي الملكه. يقول لك خلصت خلاص يا عيني، كله خلص كده. بره
الملك اشوفه برضو الناس بتيجي تعمل كوكواوا والاغاني الجميله بتاعت زمان دي، ولما تنام مش عارف الاغاني بتاعت الكتاكيت بتاعتها بتاع زمان اللي كلنا اتربينا عليها في الثمانينات والتسعينات لاخر اليوم. ناس سبيل الناس بره مصر يرقصوا ويعملوا حاجات جميله جدا، الناس تستمتع تستمتع جوه وبره كمان. شايفين يا جماعه هنا جنب القصر هنا التامينات اللي حوالين القصر كلها، البوليس قاعد على حصنها جميل جدا، دي العربيه بتاعه الكباليرا يعني العربيه بتاعه الحصان اللي بتنقل الحصان. تعالى نتفرج كده على منظر الحراس بتوع البوليس للقصر الملكي الاسباني هنا عامل ازاي. شايفين العربيه جت ركنت نزلت الحصينه واتكلت على الله، الناس كلها بتيجي تتصور مع الحصينه بتاعت البوليس هنا. الناس اللي ورانا دول بييجوا هنا مشهورين جدا في مدريد ان هم بيقفوا في اماكن فيها سياح كتيره جدا ويفضلوا متسمرين زي ما انتم شايفين كده لغايه ما حد يديهم فلوس. هتيجي الست تيجي زي ما انتم شفتوا كده، اول ما يجي يديهم فلوس يلاقوا اتحركوا وعملوا حاجات جميله جدا وبعدين يرجعوا تاني في نفس المكان. حاجة رائعة زي ما انتم شايفين الناس بتبقى واقفين وبعدين بقوا تماثيل، يعني كده لا يمكن حد يقول ان هم بني ادمين، يعني ما بيتحركوش ما بيعملوش اي حاجة ما بيرمشوش ما فيش اي حاجة ما بيتحركوش، يعني حاجة مش طبيعية ان كده يفضل واقف كده وشاف الناس. اول ما الناس تعدي وتحط فلوس الناس تتحرك وتبتدي يحركوا ويتحركوا ويعملوا كل اللي هم عايزينه، حاجة بجد جميلة جدا. وشباب رائع بيكسب فلوس بتعب وبيقعد طول النهار يتعب بالثلاث سنين بقاله بيعمل الحاجات دي عشان ياخد فلوس كتيرة جدا. مويتو اوبريغادو.
بيكسل.